السلام عليكم ورحمة الله. وهذه المرة تحياتي لإخواني ومتابعيني وأحبائي في دولة اليمن. طبعا يا إخوان، بالنسبة للي بيسألوا إحنا بنرد على سألتكم، ويعني كديش بنقدر بنعمل اللي أنتوا بتطلبوه. طبعا برضو من حقكم تطلبون وتتابعوا ونكمل لكم المواضيع. بالنسبة لتضخيم الكلاب، طبعا التضخيم تبع الكلاب زي ما انتم شايفين انه الفرق فيه في الحجم واضح، لكن لازم يكون التضخيم اللي هو طبيعي. يعني احنا حكينا في الفيديو هذاك انه هرمون، هو بالضبط مش يعني هرمون، لا هو فيتامينات، وهاي الفيتامينات عبارة عن حبوب. اسم الفيتامينات اللي احنا استعملناها نيوتري فيت، اللي هي فيتامينات حبوب بتيجي على هذا الشكل زي ما انتم شايفين. طبعا هاي الحبوب بتنعطى على الكيلو، يعني وزن الكلب مثلا 10 كيلو بتعطيه حبة كل يوم لمدة اسبوع، ممنوع تعطي اكثر. في الفترة هاي الكلب بتفتح نفسه على الاكل وبصير عنده شهية قوية وبزيد أكله طبيعي، يعني بصير يأكل الوجبات مضاعفة. وطبعا هاي فيتامينات مقوية. اثنين، هاي الفيتامينات يعني حتى موجود فيها فيتامين B12، فيتامين B12 موجود في أنواع هاي الفيتامينات. زي ما قلت لكم بتعطوا الكلب مدة أسبوع، بعدين بتريحوا أسبوع، بعدين بتعطيه كمان مرة أسبوع وبتريحه أسبوع، يعني بنقدر تعطيه نقول 5 مرات وبتوقف عنه بعدين شهر كامل، ما بصير تعطيه وراء بعض وتستمر كل يوم، ما بزبط لأنه ممكن يصير يضره ما ينفعه. بس دش الحبل مجنون. طبعا هاي الفيتامينات بتلاقوها عند اللي بيبيعوا الأدوية البيطرية. طبعا انا حكيت مع صديقي يعني ضايل فيها لشوي اللي ببيع زيه، قال لي حاليا هو بالسوق غير موجود، لكن هاي اسمه وصورته وبتقدروا تسألوا عنه وتجيبوه. شايفين؟ لا، وانا اذا جاب الزلم منه بقى احكي لكم عنه. المهم زي ما قلت لكم بفتح الشهية، ولازم تعطي مثلا على الكيلو 5 كيلو بتعطيه 5 حبات، 20 كيلو بتعطيه حبتين كل يوم، بتعطيهم مع الاكل عادي مع الوجبه ما في مشكله، بتبلعوا اياهم في حبه مكانك في اي شيء. المهم، والسيد بيتبول هذا، وهذا السيد بيتبول بضل يراقب فينا ويتبع الفيديوهات واول باول. هلا، ليش درت وجهك؟ لا تستحى. شو؟ خلص نزل استحى. المهم مثل ما قلت لكم وعدتكم اني اعطيكم الاسم والتفاصيل عن التضخيم، وفي نفس الوقت لا تنسوا انه الكلاب بدها حبوب دود وتطعيمات ثانية عشان يطلع الكلب صحي وما يصير معه دود. برد انا بوضح لكم المرة الجاي كثير، 95% من الكلاب قاعدة بتموت بفيروس بارفو من اللي بربوها، وطبعا في خطأ كبير بشرح لكم عنه متى لازم تطعم لفيروس باربو ومتى لازم تعطي حبوب للدجاج. الفيديو الجاي بنزلكم تفاصيل من لما الكلب بيصير عمره 40 يوم، كيف تبلش تعطيه تطعيم ودواء حبوب دود وتبلش معه من مصغره، بيطلع كلب صحي وتمام وخالي من الامراض الطبيعيه طبعا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم.